السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبه نستعين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. نلتقي بهذا البرنامج المبارك وهو برنامج سجايا وهو برنامج يتحدث عن السجايا الانسانيه الاخلاقيه التي يجب للمؤمن بالتحلي بها والمداومه عليها وعدم تركها في حال من الاحوال. وقبل الدخول الى هذا البرنامج وهذه المفاصل التي ستكون في كل حلقه نتناول بها سجيه من السجايا وفضيلة من الفضائل والمكارم الأخلاقية لا بد من توضيح أمر مهم يتعلق بهذا الموضوع ألا وهو أن مسألة الفضائل الأخلاقية والمكارم الأخلاقية التي يتحلى بها الإنسان إنما هي منبعثة منبعثة حقيقة من فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن خلال هذا المنطوق القرآني نفهم ان الفطره لم تكن متحدده بصنف من الاصناف او جنس من الناس على وجه الخصوص بل على العكس خاطبت الناس كافه وحددت ان الفطره عامه لكل الناس اي لكل مخلوق عاقل يوجد على هذه البسيطه قالت فطره الله التي فطر الناس عليها اذا الناس كلهم مفطورون على هذه الفطره الالهيه الربانيه الاخلاقيه هذا اولا وثانيا آه الايه الشريفه تحدثت عن نسبه عظيمه الا وهي نسبه الفطره الى الله وهذا ايضا هو كانه قانون قراني او دستور الهي يعطينا مفهومه من خلال الايات القرانيه وهو انه حين ينسب شيء او او ينسب امر او ينسب فعل او ينسب خلق الى الله عز وجل انما دلاله على عظمه ذلك الامر انا انزلناه في ليله القدر فنسب الانزال الى نفسه عز وجل. وكذلك في هذه الايه نسبت الفطره لله عز وجل. قالت فطره الله التي فطر الناس عليها. اذا هي امر ليس بالبسيط وليس بالامر الهين ولا يمكن تجاهله ولا يمكن للانسان ان يتغافل عنه. لذلك واحده من معاني هذه الفطره هو ذلك الضمير الذي يدفع بالانسان نحو محاسن الاخلاق، لا يوجد انسان يقول ان الكذب امر حسن وان الخيانه امر حسن او ان الصدق امر قبيح ورد الامانه امر قبيح، لا يوجد انسان. مهما كان معتقده، مهما كان دينه، مهما كان خلقه، تربيته، بلده لا يختلف شخص عاقل عن عاقل اخر في تحديد هذه الامور في محاسنها ومساوئها. لماذا؟ لانها نابعه من الفطره التي خلق عليها، التي فطر عليها هذا الانسان. نعم. هناك من يعمل خلاف الفطرة نعم السلوك لا يكون دائما موافق للفطرة بل السلوك دائما يدفع ويتبع المصالح التي تدفع الإنسان إذ إن السارقة أو الخائنة أو غيره لا يقول ان الذي افعله الان هو امر حسن، لا، هو مقر حتى وفي ذاته في داخل قراره نفسه مقر على ان ما يفعله هو امر سيء، ولكن هناك مصلحه، مصلحه ماديه، مصلحه شخصيه تدفعه للارتكاب. يقول العلماء انه ان اتينا بشخص وقلنا له نعطيك على فرض ألف دينار وتكذب ونعطيك ألفا أيضا على أن تصدق وأنت مخير في أن تكتسب هذا الألف في أن تكون صادقا أم أن تكون كاذبا مباشرة سيختار هذا الانسان ما دامت هنا تساوت المصالح سيختار مساله الصدق على الكذب، لماذا؟ لان هذه الطباع تنفر منها النفس تشمئز منها تبتعد تحاول ان دائما تخرج من اطار الوصف بها لا يوجد انسان يحب ان يوصف بانه كاذب او انه خائن او او انه محتال بل يحب ان يوصف بانه شجاع انه قوي انه مقدام انه كريم الى اخره من الصفات الحميده بالتالي لا يكون هذه الفضائل لا تكون على نحو الابتداء في حياه الانسان بل هي موجوده ولكن تحتاج الى شحذ تحتاج الى تذكير لماذا تحتاج الى تذكير؟ لكون ان ان الان الانسان من خلال حياته ومن خلال ممارساته التي قد يجترئ او قد يخالف فيها الكثير من التشريعات من الفطره السليمه قد يكون عنده نوع من الاعتياد عليها ولكن تحتاج الى تذكير حتى يرتدع حتى يتذكر حتى يراجعوا نفسه وهذا مفهوم لعله واحد من المفاهيم في حديث الرسول الاعظم صلى الله عليه واله حينما قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. مكارم الاخلاق اذا موجوده ولكنها تحتاج الى كمال، تحتاج الى توصيف دقيق، هذه مهمه الانبياء ومهمه الاولياء والاوصياء. التذكير بهذه الفضائل. بالتالي سنتناول ان شاء الله عز وجل من خلال هذه الحلقات المباركه، سنتناول في كل حلقه فضيلة من الفضائل وسجية من السجايا التي ينبغي للمؤمن أن يكون عليها وأن يتحلى بها وكذلك سنمر من خلال هذه الحلقات المباركة بمسألة مهمة إلى أن السجايا والخصال الحميدة دائما تكون منحصرة ما بين الرذائل عاده كالكرم يكون منحصرا فرضا بين رذيله البخل وبين رذيله الاسراف اه إذن هو قانون الاعتدال السجايا الفطره هي قانون الاعتدال في حياه الانسان ما, ما دام معتدلا كان على الجاده ان فرط كان واقعا في في رذيله وان افرط ايضا وقع في رذيله اخلاقيه اخرى كما وضحنا كالكرم ان افرط في كرمه اصبح مسرفا وان فرط بالكرم اصبح بخيلا الى اخره نسال الله عز وجل ان تكون هذه الحلقات مفيده الى اخوتنا واخواتنا المؤمنين ونسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا على جادة الطريقة المستقيمة القويمة بمنهج وبركة محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته